نخش بقى السوشيال ميديا، وكنا بنسال الناس توقعاتهم ما بين مباراه الاهلي وبيراميدز ومين نجم المباراه، ونبدا بيك كده توقعاتك يا كريم ايه ان شاء الله النهارده؟ نجم المباراه لو يعني التشكيل بتاع النادي الاهلي جه حسب ما انا متوقع والدنيا مشيت طبيعيه جدا، محمد شريف يعني في وجهه نظري هو اتكرر كتير في الاجابات اللي جت لي، يبقى هو نجم ونكسب كام تقريبا او يعني نسكور. بصي انا عمري ما توقعت النتائج، يعني بقول معانا بقول نسب، احنا بنعمل سحب وجوايز شكل تكسب بقول نسب، يعني نسب النهارده بالنسبه لي اعتقد 65% النادي الاهلي 35% بيراميدز. تمام ايه هو ده اللي نسب وبني؟ احنا عايزين ارقام ممتاز 4-1 3-2. لا خلي النسب معايا، هو كده كده المشاهدين عملوا معانا بقى الواجب ده. جميل من ضمنهم مصطفى كرم بيصبح علينا وبيقول توقعاته لمباراه النهارده فوز النادي الاهلي 2-0 كهربا ومحمد شريف. وعبد الرحمن شعبان بيقول ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي ونجم المباراه كابتن محمود كهربا. محمود يسري برضو 2-0، محمد ياسر 3-0، عمر احمد ان شاء الله الاهلي و 4-0 الاهلي ورجل المباراه هيكون مروان محسن. وعبد الرحمن عاطف بيقول اتوقع فوز النادي الاهلي 3-1 ان شاء الله. احمد محمود 2-0 وبيتكلم عن شريف وقفشه. احمد السيد او السعيد بيقول صباح الخير عليك نواند وكريم، متوقعين 3-0، يعني لحد دلوقتي 2-0 و3-0 اكتر الاجابات. احمد السيد صباح الخير على اجمل برنامج، ان شاء الله فوز الاهلي 2-0 واتمنى تكون النتيجه اكتر من كده. اما بالنسبه لنجم المباراه هيكون اليو ديانج، واحب اشكركم على فقره السوشيال ميديا اللي فيها بتوصل وصوتنا وبنحس اننا موجودين معاكم في قلب القناه. نورونا حقيقي. محمد احمد 2-1 للاهلي والاهلي هو النجم. ماشي. محمد مجدي 3-0 للاهلي. واحمد الشرقاوي 1-0 ومحمد شريف هو نجم المباراه. وابرز المعجبين محمود برنس بيقول ان شاء الله الاهلي 3 وبيراميدز 1. برضو احمد ابو حماد 2-0 ورمضان ماهر 2-1 وبيتكلم ان والتر بواليا وكهربا. انا نفسي والتر بواليا والله يبقى يعني نجم المباراه، اكيد كلنا عندنا امال فيه كبيره، نتمنى ان شاء الله يحقق ده على الارض. محمد ابو النجا صباح الورد 2-0 للاهلي. محمد عبده صباح الخير ان شاء الله 2-1 للاهلي. طيب ومصطفى بركات فوز الاهلي ان شاء الله 2-0، علي معلول ومحمد الشريف ومحمود الشقره 2-0 للنادي الاهلي كهربا وطاهر. عبد السلام عبد الله صباح الخير يا استاذ كريم واستاذه نهاوند، ان شاء الله الاهلي يفوز 3-1 والقضيه ممكن، نجم المباراه محمد شريف هيسجل هدفين ومروان محسن هيسجل الثالث. فتحي الشرقاوي بعد صباح الفل والياسمين شايف ان النتيجه هتكون 5-1 للنادي الاهلي بالترتيب الاتي، ذكره بنون قفشه يعني خلي بالك اعملي حسابك قفشه هيجيب جولين ورا بعض ما يفصلهمش حد، ثم مروان ثم طاهر. طيب جميل. حسين احمد 4-0 للاهلي ورغم المباراه مروان محسن. محمد ابراهيم احلى صباح القناه على احلى قناه في مصر 2-0 للاهلي. يعني عايزه اقول لك التوقعات كلها تقريبا 2-0، يعني وائل برده محمد ويوسف خلوفي بيقول 2-0، سامح فهيم ومصطفى المكاوي واحد بيقول 2-0 واحد بيقول 4-1 و4-0، يعني دي بقى جديده اربعات لسه. حلو انا اتوقع ان هيبقى سكور مش متوقع. شفت بقى الجمله دي؟ اتوقع سكور مش متوقع ده بجد.